مرحبا، كيفكن؟ بلش الخريف بكندا واليوم رح نروح على مزرعة بلندن أونتاريو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. في مزارع بتعمل نشاطات متعلقة بموسم الخريف، وهلأ رح نزور واحدة من بيناتهم. المزرعة اسمها أبل لاند بشرق لندن أونتاريو، رح أحطلكم موقعها بوصف الفيديو على اليوتيوب. الدخلة على الشخص 7 دولار، وإذا بدكم تقطفوا تفاح بتدفعوا 15 دولار لل10 باوند. وفي كمان سوق مفتوح بتقدروا تشتروا مباشرة من دون ما تدخلوا على المزرعة. لونا روح قلبها هدول المينيونز. المزرعة فيها أكثر من نشاط، وواحد من بيناتهم هو قطف التفاح. وطبعا لونا لحالها من دون ما حدا يعلمها شي بتروح بتبلش قطف. لونا هلا عندها عيد، شافت قدامها كتير شغلات لحتى تعملون، فعم تربض بسرعة لحتى تلحق. عاملين أكثر من نشاط للأولاد، وواحد من بيناتهم هو تل الرمل. المزرعة زحمة لأنه الناس عارفانة إنه هي من آخر الفرص ليعملوا مشاوير برا قبل ما يجي الشتاء. لونا خلصت اول تفاحة وراحت تقطف تفاحة تانية. عن جد ما شاء الله على كمية التفاح الموجودة على الشجر. لونا مبينة مزارعة اصلية بهذا اللبس. وحدة تانية من النشاطات هي متاهة بحقل الذرة. رح نلحق لونا لنشوف وين رح توصلنا. متاهات الذرة هي شغلة مشهورة بأمريكا وكندا. وفي كتير أفلام رعب بتصير أحداثها بحقول الذرة، وخصوصي إنه موسم الذرة بيجي مع فترة الهالوين. عن جد لازم تمشوا هون لحتى تعرفوا ليش بيحكوا قصص رعب عن حقول الذرة، لأنه فعلا سهل تضيعوا، وخصوصي إذا الحقل كبير. ما عرفنا نرجع من محل ما طلعنا، بس وصلنا لآخر المزرعة وشفنا هالحقل يلي فيه يقطين. كمان في حقل لعباد الشمس بس كني بآخر موسمه فيبسان. لونا هي أول مرة بتشوف هاي الزهرة وعم تحاول تستكشفها. وهلأ اكتشفت إنه الزهرة أطول منها. لونا عم تاخد استراحة المزارع قبل ما نرجع ندخل على المتاهة. رح نرجع ندخل بالمتاهة لحتى نرجع من محل ما جينا. لونا عم تمشي بكل ثقة مفكرة الحقل بيتها. كل مزرعة بتعمل المتاهة على شكل رسمة خاصة فيها. وهلا بس نطير الطيارة رح نشوف شو هي الرسمة من فوق. في كمان قطار بياخدكم لحقول التفاح يلي بعيدة من هون. عن جد الخريف من أحلى الفصول بكندا، وخصوصي وقت بصير الشجر أحمر وأورنج. لونا مكيفة بالقطار، عندها عيد. عن جد هون حقول التفاح أكبر، وكل صف شجر فيه نوع تفاح مختلف.
المزارع بكندا بتفتح للعالم لحتى يجوا يقطفوا، لحتى يجيهم كاش مباشرة ويقللوا من عدد اليد العاملة اللي راح يستخدموها للقطف بعدين. وحاطين لوحات لحتى يقولولكم بكل قسم شو نوع التفاح الموجود. هاي وصلنا لآخر المزرعة من الطرف الثاني. التفاح بينباع بسلالات مختلفة، أشهرهم هي جالا وماكنتوش. عن جد لونا مبينة مثل لعبة محطوطة بالأرض. في هون حقل تاني لليقطين ورايحين نتصور عنده. الزراعة عنصر كتير رئيسي بالمناطق الداخلية بأمريكا وكندا، ولهيك بيعملوا مهرجانات كتير كبيرة في فترة الحصاد مثل الثانكس جيفينج والهالوين. وبهالفترة بتلاقوا كتير منتجات متعلقة بالبامبكن. عم نحاول نصورها للونا وهي شايلة البامبكن، بس كتير تقيلة عليها. عن جد اللقطة من هون كتير فظيعة. عن جد منظر لونا بين اليقطين طالع مثل الأفلام. لون الأورانج ضارب على كل شي لأنه هلأ غروب الشمس. ونفس القطار بيرجعكم على محل ما طلعتوا. وحاطين كمان كم حيوان ليتعرفوا عليه الأولاد. لونا أكتر وحدة اندمجت بالمزرعة. لونا هلا عم تشوف الحيوانات يلي بتشوفهم بالصور وبالفيديوهات. عن جد مثل هيك مزرعة الأولاد كتير رح ينبسطوا فيها. مثل هيك مزارع فرصة حلوة للأولاد ليتسلوا، وخصوصي للي عم يدرسوا أونلاين. كنا واقفين عند كومة القش، فلونا أخذت كم قشة وركضت بسرعة لحتى تطعم الماعز. التفاح يلي بتقطفوه بتحطوه بكياس هنن بيعطوكن ياها على الباب. على الخمسة بتسكر المزرعة. هلا رح نطير طيارة لحتى نشوف المنظر من فوق. أكيد لاحظتوا إنه عاملين المتاهة على شكل قطار. عن جد المناظر من فوق كانت كتير حلوة. خلصت رحلتنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس. يلا باي.